تدشين تيار اتحادنا كرامة داخل نقابة المحامين، نعلن تدشين تيار اتحادنا كرامة داخل نقابة المحامين نقاوم الفساد الانحراف الشلالية في نقابة المحامين، نقاوم ولا نستسلم لكل الأساليب الاحتيالية التي اتبعها الأستاذ سامح عاشور في إدارته لنقابة المحامين. هذا التيار الذي نؤسسه أو نعلن عنه اليوم يشمل تنوع لكل ألوان الطيف في نقابة المحامين، لا يخص تيار دون تيار، لا يخص فكر دون فكر. هذا التيار اتحادنا كرامة تحول من شعار انتخابي خضنا به الانتخابات الأخيرة إلى تيار يضم روافد متعددة داخل نقابة المحامين. الهدف هو نقابة المحامين، نعمل بما تعلمناه من أساتذتنا ومن شيوخ المهنة أن نخلع رداءنا الحزبي على باب نقابة المحامين. لا، داخل نقابة المحامين ليس هناك انتماءات فكرية، ليس هناك انتماءات حزبية، ليس هناك انتماءات أيديولوجية. هدفنا جميعا تحرير نقابة المحامين، العمل من أجل استعادة هيبة نقابة المحامين، العمل من أجل استعادة هيبة مهنة المحاماة، الدفاع عن المحامين الذين يتعرضون للإهانات أثناء وبسبب تأدية المهنة. لن نسمح لأحد، لن نسمح للأستاذ سامح عاشور أنه يجرنا بعيد تحت شعارات كاذبة استطاع هو خلال السنوات الأخيرة كلها من أيام مبارك أنه يقنع السلطة أنه يقاوم الإخوان في نقابة المحامين. لا علاقة لنا بهذا، نحن تيار وطني متعدد الأطياف زي ما كنا طول عمرنا في مصر.